الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام البخاري رحمه الله في كتاب المساجد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في أماكن من الطريق ويحدث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. هذا الحديث وغيره من الأحاديث رواها الإمام البخاري في كتاب المساجد، وبوب لها بقوله: باب المساجد التي على طرق المدينة. هنا الإمام البخاري اختار 9 أحاديث كلها عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، يبين فيها الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على طرق المدينة حينما كان يسافر عليه الصلاة والسلام. ففي أي مكان كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام، فكان عبد الله بن عمر يتتبع هذه الأماكن ويصلي فيها تبركا بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك نحن يعني لن نذكر الأحاديث، فذكر الإمام البخاري 9 أحاديث كلها تبين دقة الأماكن التي علمها عبد الله بن عمر، حيث يذكر في هذه الأحاديث أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مكان كذا، عن شمال كذا أو عن يمين كذا، فحدد هذه المواطن. وقد وضع المؤرخون ذلك يعني في الأماكن التي صلى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما بوبه الإمام البخاري. لذلك ذكر هذه الأحاديث مفصلة ولن نتطرق إليها، لأنه فيها كثير من الأماكن التي لم تعرف حتى الآن. لا يعرف من هذه الأماكن التي ذكرت اليوم إلا مسجد ذي الحليفة، معروف الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في هذا المسجد أو في هذا المكان حينما كان في حجة الوداع، لما كان يعني ذهب وأهل من هذا المكان. ومساجد في الروحاء، الروحاء منطقة معروفة بين مكة والمدينة، وهي أقرب إلى المدينة، يعرفها أهل تلك المنطقة، وفيها بعض المساجد أو الأماكن التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كثر ذكر هذا المكان، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام ينطلق من المدينة فيصلي في هذه المنطقة. هنا نستفيد نحن من هذه الأحاديث استحباب تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعل. فطبعا كل هذه الأحاديث كما ذكرنا وارد عن عبد الله بن عمر، لأنه كان كل الصحابة كانوا يتتبعون أو يتبعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن عبد الله بن عمر كان أشدهم تتبعا، يعني كان يشوف حتى الرسول عليه الصلاة والسلام في المكان الذي كان يسير فيه في سفره، وكان ينزل حتى يقضي حاجته. فعبد الله بن عمر كان يقف في نفس المكان الذي كان يقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ينطلق فيذهب إلى مكان كان يقضي النبي عليه الصلاة والسلام حاجته، فيذهب إلى ذلك المكان ويجلس وكأنه يريد قضاء حاجته ولا يريد قضاء الحاجة، فقط تتبعا لأثر النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري طبعا لما ذكر المساجد في الطرق، باب المساجد التي على طرق المدينة، كان المفروض يذكر في المدينة، لأنه في المدينة في أماكن كثيرة ومساجد كثيرة صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أكثر من 20 مكان ذكرت في الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في هذا المكان وصلى في ذلك المكان، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدعونه حتى يصلي لهم في بيوتهم، فهذه أماكن صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ليش الإمام البخاري لم يبوب لها بباب؟ يعني الإمام البخاري بوب في قضية الطرق، طريق طرق المدينة، حينما كان يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر مساجد المدينة. قال: لأنه يعني المساجد التي في المدينة في أحاديث طبعا تنقل إلينا، والإمام البخاري عنده سند،
فهذه الأحاديث لم يذكر مساجد المدينة لأنه لم يقع له إسناد في ذلك على شرطه، فما في إسناد للإمام البخاري يكون على الشرط الذي وضعه يبين أنه في هذا المكان كذا عن الصحابي الفلاني كذا. فهذه من دقة يعني الإمام البخاري في ذكره للأحاديث التي تتصل به إلى الصحابة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الحديث إذا لم يكن على شرطه في الإسناد فإنه لا يضعه. فلذلك ما حط يعني، ولكن المؤرخين اليوم ذكروا أكثر من 20 مكان في كما قلنا في المدينة المنورة، الأماكن التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام والمساجد التي بنيت بناء على أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في هذا المكان. فلذلك طبعا بقية كتب السنن والمؤرخون قد ذكروا ذلك لمن أراد أن يطلع عليها، ولكن كما قلنا الإمام البخاري فقط لم يذكر هذه المساجد لأن الإسناد لم يكن على شرطه. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل بإذن الله عز وجل في بقية الأحاديث فيما يتعلق في أبواب سترة المصلي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.